تاريخ سوق الصفافير يعود إلى عصر الخلافة العباسية، بني بالقرب من المدرسة المستنصرية التي كانت جامعة لعلوم ذلك الزمان. فقد أمر الخليفة المستنصر بالله الذي حكم بغداد بين عامي 1226 ميلادية و 1242 ميلادية بإنشاء عدة أسواق متخصصة كأسواق الوراقين والبزازين والعطارين وسوق الصفافير، وكان الغرض من إنشائها توفير المتطلبات اللازمة لطلبة وأساتذة المدارس في ذلك الوقت، وكان سوق الصفافير يمدهم بما يحتاجون من فوانيس وقناديل. تقول مصادر تاريخية إن سرايا الخيالة في جيش الخليفة المستنصر بالله كانت تأتي بخيولها وتقطع بها السوق ذهابا وإيابا لتعتاد الخيول على الضوضاء وأصوات طرق المعادن العالية، فلا تنفر ولا تجفل أثناء المعارك.